واحد من بين كل 4 أمريكيين يقيمون في الخارج يفكر بشكل جدي أو يخطط للتخلي عن الجنسية الأمريكية، هذا ما كشفت عنه آخر استطلاعات الرأي، لتشير في الوقت نفسه إلى أن السبب الرئيسي لذلك القرار هو العبء الضريبي الكبير الذي يفرض على الأمريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة. هؤلاء الأمريكيون يدفعون ما يفرضه عليهم قانون الضرائب، وذلك يشمل مصادر دخلهم في الولايات المتحدة وخارجها، وهذا أمر تقوم به فقط بعض الدول في العالم، منها الصين والولايات المتحدة، بينما بقية الدول تخلت عن هذا النهج. الاستطلاع شمل أكثر من 3000 أمريكي مغترب يعيشون في 121 دولة، مشيرا إلى الضرائب السنوية التي تثقل كاهل هؤلاء، إذ يطالبون بدفع الضريبة عن دخلهم السنوي وعوائد الربح التي يحصلون عليها من أعمالهم وغيرها من الملاحقات المالية. إذا تسبب هذا الأمر بأن تخسر دائرة الإيرادات الداخلية عددا من دافعي الضرائب الأمريكيين، فإنها قد تعيد التفكير في إدخال تعديلات على سياساتها. ولكن عموما التخلي عن الجنسية الأمريكية ليس بالأمر السهل أو البسيط من الناحية العملية. وتشير الأرقام إلى أن 80% من الأمريكيين المغتربين يشعرون بأنهم لا يجب أن يدفعوا ضرائب على دخلهم الذي يجنونه من عملهم خارج البلاد. بيانات وزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى أن ما يقرب من 9 ملايين أمريكي يعيشون في الخارج، وفي العام الماضي قام أكثر من 2000 شخص منهم بالتخلي عن جنسيته، ويبدو أن العبء المالي للضرائب هو دافعهم الأول. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.